وإذا بدأت العام الدراسي أيها المعلم لا داعي أن تقول أين سافرتم وأين جئتم، فلربما في وسط الأبناء من هو يتيم يحتاج أن تمسى على رأسه، ومنهم من هو فقير لم يذهب ولم يأتي، بل ربما أنه قد اقترض أو لبس ملابسه القديمة ليأتي بها في العام الجديد أيها المبارك. فكن أبا لكل هؤلاء، وكن أبا لكل الأيتام في فصلك، وامسح على رؤوسهم. عن أبي هريرة أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أجد قسوة في قلبي. قال: أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم يستلم قلبه. فكم من أيتام في فصولنا، وكم من أيتام في مدارسنا يحتاجون يدا حانية وقلبا منشرحا وكلمة طيبة. أيها الكرام الفضلاء،